الحمد لله الحمد طيب لله. خليني اختصر على طول المسافات وادخل في الموضوع مباشرة. كان عندنا فكرة دايما عن القادرون باختلاف، وما كناش لا بنستخدم التعبير ده ولا بنستخدم الاسلوب ده في احتواء المجتمع نفسه لبعضه، لانه هو مجتمع واحد في النهاية، لحد ما بقى عندنا فكرة عامة عن القادرون باختلاف، وفكرة حقيقية عن انهم قادرون فعلا وبنجاح كبير. وهنا هتكلم عن الشق الرياضي، ابطال كتير جدا جدا بيكسروا الدنيا في كل البطولات بما فيها طبعا البارالمبيه. شوف، بحكم ان انا مارست المهنه طبعا من زمان، يعني تابعت التطور الاسم الذي يطلق على هؤلاء الشباب والاطفال قادرون باختلاف. اسم عبقري او تسميه عبقريه صحيح. شديده الانسانيه، الاحتفاليه شديده الانسانيه. يعني زي ما فخامة الرئيس قال، تحية لكل أم وكل أب وكل أسرة بترعى الأبناء والبنات أنا مقدر. أنا كنت قريب جدا جدا، ويمكن مهندسة أمل عارفة كويس إن أنا كنت قريبا للغاية من الشباب والأطفال والبنات اللي بالشكل ده. حاجة عظيمة جدا واحتفالية جميلة جدا جدا. وأنا تابعت حوارك مع محمود، وهيبقى مذيع وهيبقى إعلامي إن شاء الله. طالما عنده الإرادة وعنده الإصرار إنه يكافح ويوصل وينجح. مفيش حد بينجح يا إبراهيم أبدا من غير ما يذاكر، من غير ما جملتك يتعب الشهيرة اللي أنا بحبها، يا جماعة. مش ممكن يا إبراهيم، مفيش حد يبقى متميز إلا لما يشقى ويتعب ويبقى فرحان بطريق الكفاح ده. ده بجد أنا بقول لك من قلبي، أنا شخصيا جربت الكفاح وسعيد جدا إني كافحت في حياتي كفاح صعب عشان أحاول أنجح. الحمد لله يعني. صحيح. أنا باخد دايما منك الجملة دي، ودايما باخد منك جملة إنه مفيش حاجة في الدنيا طعمها حلو قد طعم النجاح. أكتر حاجة بتخلي الشخص يحس إن هو على قيد الحياة حقيقي، يعني إن هو يكون ناجح بأي طريقة، يعني في أي طريق من الطرق أو في أي مجال من طبعا المجالات. طبعا طيب بما إنه حضرتك تابعت الاحتفالية بتاعة قادرون بتابعها كل باختلاف سنة، بتتابعها كل سنة، أكتر حاجة لمستك إيه في الاحتفالية؟ هذه الإنسانية، هذا الكم الهائل من الإنسانية، الطاقة الإيجابية اللي أنت كنت بتتكلم عليها. يعني أقول لك حاجة بصراحة، يعني بصراحة إن أنا حضرت واحدة من الحفلات دي وكنت بمسك نفسي بالعافية يعني.